اهلا بكم. دايما اراهن على انه لازم ثقافه الناس تزيد حول الطب، حول كل ما يتعلق بتاخر الانجاب. تعالوا نشوف صوره من اساليب الناس تفهم اكتر او تتثقف او تسمع الدراما. تعالوا نشوف الدراما في مشهد مهم. تعالوا نشوف مع بعض. الحقيقه دكتور انا يعني عندي 35 سنه وعارفه انه الست قدرتها على الانجاب بتقل بعد سن معين، فانا يعني عاوزه الحق والحق اجمد بويضات. انا بصراحه عاوزه ابقى ام. 35 سنه ده يعني تقدري تتجوزي وتخلفي وتعملي كل اللي انت عايزاه، يعني خصوصا ان الخصوبه زي الفل. ماشي يا دكتور، يعني افرض انا مش عايزه اتجوز او مفيش حد مناسب مثلا. طب ما هي انسه، هالة البويضه دي مش هتخلف لوحدها، لازم يبقى في حيوان منوي يلقحها. طيب انا سؤالي دلوقتي، هل ينفع اجمد بويضات ولا لا؟ ده سؤال جميل قوي. هل ينفع تجميد بويضات ولا لا؟ هل ينفع تجميد حيوانات منويه لوحدها ولا؟ ما هو البنت دي مش لاقيه عريس دلوقتي، وده قضيه مهمه جدا. البنت مش لاقيه لها عريس دلوقتي لانها مثلا عندها امتحانات دكتوراه ومشغوله، او انها اللي بيتقدم لها دلوقتي هي مش حابه حد فيهم، بتدور على انها تلاقي انسان يبقى بينه وبينها كيمياء وحب، مش اي عريس بقى وخلاص، متقدم لها ناس ما بتحبهمش مثلا. يعني ده حق كل بنت. طب نفهم هل ده ممكن ولا لا؟ النهارده حوار مثير، تجميد الاجنه، تجميد البويضات، تجميد ده حته مهمه جدا، الاجنه المجمده ده موضوع شديد الاهميه شديد الصعوبه. وطبعا ضيف يستطيع ان يحل هذه المعادله الصعبه جدا بسهوله شديده جدا، اسم اكاديمي رائع وشارح متميز للغايه وعلم غزير، وبنسمع حاجات منه انا بعتقد انها حاجات مميزه للغايه. ضيف العزيز طبعا هو الاسم الكبير استاذ الدكتور مصطفى فؤاد، استاذ مساعد امراض النساء والتوليد وبكليه الطب جامعه عين شمس، استشاري امراض العقم والحقن المجهري. كنا زمان بنقول ان العيان اللي هتعمل ثلاث مرات حقن مجهري ورا بعض ما بتحملش يبقى عندها المشكله ريكارت امبلانتيشن فيلير. جوده الحمل المنوي وجوده البويضه من اهم العوامل اللي بتؤثر على النجاح بتاع الحقن. فرص الحمل تقريبا بتنعدم لو سمك بطنط رحم اقل من 6 مللي. انا من الناس المؤمنه ان انا قبل ما اقبل على عمليه حقن مجهري انا بشوف الدي ان اي، ما بيهمنيش العدد. تلاقي السيده لما تاخد تنشيط طالعه ده بويضات كتير. اللي بيحكمنا في الاخر هو الجوده ما هواش العدد. الدكتور مصطفى فؤاد، استشاري الحقن المجهري واطفال الانابيب وتاخر الحمل. أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد بكلية الطب عين شمس. ضيف العزيز الأستاذ الدكتور مصطفى فؤاد، أهلا بك دكتور. أهلا بك دكتور، منورنا وهذه زيارة جميلة. بنروح حضرتك دايما. النهاردة استعنا بحاجة بحالة دراما بتنقل الواقع، صح كده؟ دي حقيقة. دي حقيقة. هل أنا هبدأ الأول كفكرة عامة، هل أصبح هناك متاحة الآن في مصر تجميد البويضات، تجميد الأجنة، تجميد الحيوانات المنوية عموما قبل ما ادخل على تفاصيل تجميد الأجنة؟ لا هو دلوقتي خلاص تجميد كل حاجة بقينا بنجمدها. احنا بدأنا في الأول كان تجميد الحيوانات المنوية، بعد كده بدأنا تجميد الأجنة بمراحله بقى اللي هو الكرايو والبريزرفيشن العادي، بعد كده دلوقتي بنشتغل بالفيتريفيكيشن، ودلوقتي الحمد لله بقينا بنجمد بويضات. يمكن تجميد البويضات كان صعب شويه الفتره اللي فاتت، كنا بنجمد بويضات وكان نيجي نفكها نلاقيها ما هياش كويسه، بس احنا دلوقتي لا بقينا بنجمد بويضات وبنفكها وبقى بيحصل منها اجنه وبقى بيحصل منها حمل كمان. فاحنا دلوقتي لا التجميد بيغير كل حاجه وبقى افيلبل على كل المراحل وكل المستويات. طيب ننزل شويه للناس بسؤال يفهمهم، ما هو المقصود بكلمه تجميد الاجنه؟ يعني احنا ايه هنقول، هو التجميد ده عباره عن ايه؟ احنا بنسميه كرايو سسبنشن اوف لايف، احنا بنوقف الخلايا في مرحله معينه. ازاي نوقف الخلايا دي؟ ان احنا نجمدها، ننزل درجه الحراره بتاعتها تقريبا لناقص 22 لحد ناقص 196. احنا انت لما تعمل كده بتوقف التمثيل الغذائي بتاع الخلايا، بتجمدها فبتوقف مرحله نموها وبتوقف تطورها. يبقى انت كده وقفتها. القصه دي كانت موجوده من زمان قوي، لكن كانت بتقابلنا عقبه بعديها، ان احنا بعد ما بنفك الاجنه دي او بعد ما نفك الخليه دي هل هترجع لوظيفتها الاساسيه؟ لا طبعا ما كانتش بترجع لوظيفتها الاساسيه. ويمكن التجميد الناس بدات تتكلم عليه من سنين طويله قوي، ده من يعني من الستينات والناس بتحاول تجمد، لكن نتائج وبدات تبقى كويسه
ده من اواخر السبعينات او اوائل الثمانينات بدانا نلاقي فيه حمل وكلام من ده في اواخر الثمانينات واوائل التسعينات. لان عشان نفهمها للناس، هو دلوقتي لما تيجي تجمد حاجه وتحطها في الفريزر، بعد ما تطلعها من الفريزر بتتفاجئ بايه؟ انها بتطلع ميه. خروج الميه ده من داخل الخلايا ممكن يؤثر على قدره الخلايا دي بعد كده على التكاثر وعلى التمثيل الغذائي على الانقسامات. فاحنا دلوقتي فكره بتاعه تجميد الاجنه هي قائمه ان احنا بنوقف وظائف الخليه بان احنا بنوصلها لدرجه حراره معينه وبعد كده نرجع تاني نفك ونرجعها لدرجه حراره بتاعتها الطبيعيه، فبالتالي ترجع تنقسم وترجع تشتغل تاني. التجميد في اي يوم تفضله؟ يعني انت دلوقتي هتبدا الاول طبعا ده اجنه، اجنه يعني حيوان منوي يلقح بويضه، صح كده؟ بالظبط. كلمه اي يوم معناها ايه؟ يعني احنا دلوقتي احنا عندنا اجنه، في اجنه يوم تاني، اجنه يوم تالت، اجنه يوم رابع، اجنه يوم خامس، احنا بنزرع اجنه في اليوم الخامس او ماكسيموم بتاعنا السادس. فلما يجي نشوف احنا بنجمد الاجنه في انهي يوم؟ والله احنا عندنا طريقتين نفكر بيهم. اول طريقه ان احنا عشان تجمد جنين لازم تجمد الجنين الاقوى، ما ينفعش يبقى جنين انا شاكك في قدرته او شاكك في جودته فهروح اجمده. واحنا ما عندناش طريقه في الطب في الوقت الحالي نحدد بيها قوه الاجنه الا ان احنا نوصل اليوم الخامس. فبالتالي هو المنطق بيقول ان احنا بنيجي نجمد هنجمد اجنه في اليوم الخامس. الجنين اللي هيسرفايف في الحضانه لحد يوم الخامس يبقى ده جنين كويس الذي يعيش في الحضانه ويستحمل ويبقى حي حتى اليوم الخامس، هو الجنين الاقوى بالظبط وهو الجدير بالتجميد او الذي يتحمل التجميد بالظبط كده. فاحنا بنجمد يوم الخامس. لكن هل في حالات ممكن نجمد فيها في اليوم الثاني او الثالث؟ اه، زي مثلا ايه؟ واحده ست عندها ضعف شديد في التبويض فهي بتطلع لنا بويض او بويضتين، واحنا بنحاول نعمل في السيدات دي دلوقتي طريقه جديده ان احنا بننشط كذا مره ونجمد الاجنه لحد ما يبقى عندنا خمس او ست اجنه، وبعد كده نبدا نزرع لها في دوره مجمده، يعني ما نزرعش فريش. ساعتها انا مش هستنى اليوم الخامس، ده احنا مجرد بيحصل تخصيب ممكن نجمد في اليوم الثاني او في اليوم الثالث. القصه الثانيه برضو لو انا في عندي حالات، بعض الحالات المرضيه اللي بضطر ان انا عايز افحص فيها اجنه، زي مثلا في عيله كل ما تجيب اولاد بيبقى فيها مرض وراثي معين، بنفحص الاجنه وبنبعت الاجنه ان كان في معمل هنا في مصر او نبعته في الخارج نفحصها العيب الجيني او الوراثي المعين. بعد كده الناس دي هترد علينا بعد شويه، الرد ده بياخد له 3 او 4 اشهر. ساعتها انا ما جمدتش الاجنه في اليوم الخامس، انا جمدت الاجنه في اليوم الثالث، اليوم اللي انا اخدت فيه العينه بتاعه الفحص الوراثي. فيبقى هي القاعده لو انا هجمد اجنه لان انا عندي اجنه كتير او ان انا عندي فرط تمشيط وعايز ازرع في دوره مجمده، يبقى هستنى اليوم الخامس عشان الاقي اقوى الاجنه. لكن لو انا بفحص الاجنه لغرض ما، لغرض فحص وراثي او ان انا اي حاجه، اي مانوفر هعمله في الاجنه، ودلوقتي بنعمل حاجات كتير قوي في الاجنه، يبقى هجمد في اليوم الثالث. لو انا بجمع اجنه لواحده عندها ضعف شديد في التبويض، لذا الفحص الوراثي بالظبط كده، ضعف شديد في التبويض، لا احنا بنجمد في اليوم الثاني او الثالث. فحص الوراثي الاجنه انت قلت لي اهميته انه لو عندي مريضه عندها مرض وراثي، بالظبط مرض وراثي زي مثلا هانتنجتون كوريا مثلا، او زي كيميوباثي اللي هو ضمور العضلات، او الهيموفيليا، الامراض الخطيره اللي الحياه يعني معاها تبقى حياه يعني صعبه شويه. يمكن ده تكنيكي احنا بدانا نشتغل فيه دلوقتي، الجيناتكس بقى علم متطور جدا. يمكن احنا عندنا مشكله في مصر، معامل الجيناتكس في مصر ما هيش بالقوه اللي هي مواكبه للعصر قوي، بس احنا عاملين كونكشنز مع معامل بره في امريكا، في شيكاغو، وفي معامل ثانيه في برشلونه، عشان نتعامل مع الحالات اللي زي دي. ويمكن اخر حاله كان في عيله مثلا عندها مرض اسمه كونجينيتال ليبر، يعني بتجيب اولاد بيبقى عندهم زي اعاقه ذهنيه وبيبقى عندهم مشكله مشاكل في العين، وبعد كده بيبقى عندهم جيلهم لوكيميا وليمفوما، وبتتكرر القصه عندهم بقى كتير. يعني بنعمل ايه؟ بالاول بنبعت ناخد عينه من الام وعينه من الاب، بنبعتها للمعامل اللي بره بيطلعونا نوع الميوتيشن او نوع الطفره اللي موجوده عندهم. بعد ما نحدد نوع الطفره بنطلب من المعمل انت حددت لنا نوع الطفره، اعمل لنا بقى دي ان اي بروب او حاجه عشان نكشف بيها عن الطفره دي. وبقى بنعمل حقن مجهري عادي خالص للكابل بتاعنا، وناخد الاجنه ونيجي في اليوم الثالث ناخد عينه من الخلايا دي ونبعتها بره. يبقى اوريدي المعمل بره مجهز وعامل لنا دي ان اي بروبس بتاعتنا، يبدا يكشف لنا عن الاجنه دي ويقول لنا والله ده احنا عندنا فيه الجنين. احنا نشوفها تاني دي، حته ان احنا ناخد عينه من الجنين دي مهمه قوي.
بالظبط، يعني دي تحت الميكروسكوب احنا هنشوفها عشان نتاكد ان دي مهمه. بس دي برضو واحنا بنشوفها كده سؤال كلاسيكي جدا، هل دي هتؤثر على الجنين؟ احنا خدنا جزء منه. بص من عدد الخلايا الموجود. تمام، هو هي بتعتمد على التقنيه والطريقه. لان احنا عندنا ثلاث طرق، يا اما بناخدها بالليزر، يا اما بناخدها بحاجه اسمها اسيد تايرود او طريقه كيميائيه، او ان احنا بنخش نفتح احنا بالابره بتاعتنا. فهي هل الامبريو بايوبسي او اخذ خليه من الجنين بتؤثر على قدرته على الالتصاق او الانقسام بعد كده؟ بتعتمد على الطريقه. واحنا دلوقتي غالبا بنشتغل بالليزر عشان ما ناثرش على اي خليه تانية جنب الخليه اللي احنا اخذنا منها العينه، فبالتالي ما بيأثرش على قدره الاجنه على الالتصاق. انا عايز اشوف الفيديو تاني بتاع اخذ عينه من الجنين، يعني ديت دي حاجه هنرجع لها تاني، لكن اخذ عينه من الجنين دي حاجه مثيره جدا. ان انا اخذ عينه من الجنين وتحت الميكروسكوب، هذا الفيديو الخطير جدا اللي برضو بيثير شكوك من بعض الناس، ان انا هقلق جدا انه انت خدت لي عينه من الجنين وعشان تشوف لي فحص الوراثي للاجنه. هو الفحص الوراثي للاجنه بالنسبه لي ده انا 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 استفدت، لكن الجنين هنا هيتاثر ولا مش هيتاثر؟ الاجابه انه لا يتاثر، لا يتاثر، لا يتاثر اطلاقا. يتأثر. طيب بعد انا برضو عايز اروح للاجراءات اللي بعد ما نعمل فك التجميد، في بعد ايه نرجع الجنين المفكوك تجميد؟ بالظبط، هو قبل ما نخش في القصه دي احنا عندنا طريقتين للتجميد لازم الناس تبقى فاهمهم او واضحه. احنا في عندنا كراي بريزرفيشن العادي اللي هو ان انا فعلا بجمد، اللي هو بحول التجميد ده فكرته ايه؟ بحول السائل لماده صلبه، يعني بحول الميه لتلج. وده ما بقناش نشتغل بيه دلوقتي، احنا دلوقتي بنشتغل بحاجه اسمها فيتريفيكيشن. فيتريفيكيشن ده اللي هو انت بتحول السائل لازاز مش لتلج. ليه؟ عشان نتجنب لما نيجي نفك الاجنه نتجنب قصة ان المية اللي بتخرج دي زي ما اللي هو القصة بتاعت اللحمة اللي حطناها في الفريزر، بعد ما طلعناها بنلاقي في مية طلعت منها، خروج المية ده بيبوظ الاجنة ويقلل قدرتها على الانقسامات. فدلوقتي احنا بقى ما بنجمدش، احنا لو هنقربها كده نقول بنقززها، يعني نحول الخلايا دي نحولها لإزاز. فبالتالي لما نيجي نفكها ما بتطلعش مية، فبالتالي ما بتأثرش على قدرتها على الانقسامات. كويس. لكن هل بقى بعد ما بنفك الاجنه ونفك وبعد عمليه اللي نعمل الثوينج بعد فيتريفيكيشن ده، هل الجنين بيرجع ينقسم على طول؟ يعني انا هروح افكه واروح ازرعه على طول؟ لا طبعا. لازم ندي الجنين وقته وبعد كده نبدا نزرعه. لو المعمل بيشتغل بالكراي بريزرفيشن العادي ده فالوقت ده هيطول، هيبقى على الاقل من 6 ل 12 ساعه عشان اقدر احكم على ان الجنين اللي انا فكيته ده قدر التاني يستعيد قدرته على الانقسامات. دي ميزه بقى بيوفرها لنا الفيتريفيكيشن، غير ان هو بيحافظ على الاجنه وما بيأثرش عليها قوي، ان هو انا الوقت ده ممكن انزل بيه لساعه، يعني مجرد ما افك الجنين اللي هو الفيتريفايد بعديها بساعه اقدر ازرعه. طب لو احنا عايزين نوحد نقول والله احسن وقت ازرع فيه الاجنه بعد ما اعمل ثوينج قد ايه، احنا بنقول تقريبا من 6 ل 12 ساعه عشان نتاكد ان الجنين بتاعنا ده بدا تاني يرجع ينقسم، بدا الوظائف الخلويه بتاعته رجعت تاني. يبقى اذا ده افضل وقت بعد يعني يمر وبعدين ارجع. بالظبط، وبعد كده نزرع الاجنه. نزرع الاجنه. ارجاع الاجنه نفسه عمليه صعبه ولا سهله؟ هو ارجاع الاجنه نفسه ما هوش عمليه صعبه. كتكنيك لا، هو زرع زي زرع الاجنه، لكن هي صعوبته بقى في التحضير لايه؟ لزرع الاجنه. واحنا عندنا ثلاث طرق للتحضير بتاع زرع الاجنه. ده ارجاع الاجنه. بالظبط، دي القسطره. ده شيء صعب مش سهل ده. طبعا هي الحاجات دي كانت يعني من 10 سنين كانت خيالات يعني. بص اهو بيرجع. بيرجع ويرجعها ويحطها تقريبا 2 سم تحت الفندس، يعني تحت السقف. اللي هي في الماكسيمم بلانتيشن بوينت. بالظبط كده. انا شاطر اهو. اللي هي منطقة الزرع الافضل صح كده؟ بالظبط، تبقى تقريبا 2 سم تحت الفندس اللي هو تحت سقف الرحم من فوق. فطبعا هي الفكره كلها بقى في التحضير، يعني الخطوه النهائيه دي خطوه تكنيكيه بتبقى دلوقتي غالبيه الناس اتقنتها. لكن التحضير ازاي هنحضر الست ان احنا نزرع لها؟ خلي بالك دلوقتي في جنين متجمد والمفروض الجنين ده هنحطه في بطانه رحم، ازاي بقى نحضر بطانه الرحم بتاعتها دي ان هي تبقى على استعداد نستقبل الايه؟ الجنين. وهنا احنا عندنا ثلاث طرق، في حاجه بنسميها ناتشرال سايكل،
يعني احنا سايبينها هي ماشية بدورتها الطبيعية وبعد كده نقعد نتابعها لحد ما البويضة تكبر وبعد كده نديها حقن التفجير بسيطة وبعد حقن التفجير بثلاث أيام نزرع لها أجنة لو كانت مجمدة يوم ثالث، بخمس أيام نزرع أجنة لو كانت مجمدة يوم خامس. وفي عندنا طريقة تمشيط نهديها منشطات عادية كأنها بتعمل تايم سيكشوال انتركورس يعني علاقة زوجية عادية، شوية إقراص مع شوية حقن لحد ما البويضة تكبر، بعدين ده حقن التفجير وبعد حقن التفجير بثلاث أيام لو يوم ثالث، خمس أيام لو يوم خامس. أو الطريقة الثانية اللي هي طريقة الهرمونات التعويضية، إن إحنا نوقف جسمها خالص، نديها حقن، نوقف الغدة النخامية، فبالتالي جسمها يقف خالص. وهبدأ أنا أديها هرمونز من عندي أنا من بره تعويضية عشان أبني بيها الطنط ليه؟ طنط الرحم بتاعتنا. والله أنهي طريقة في دول أفضل؟ لو هنقول الليترتشر قالت إيه؟ قالت الثلاث طرق زي بعض. بس تاني إحنا مش عايزين نوحد الكلام، عايزين نقول إن كل عيانة ليها الطريقة اللي نعرف نحضرها بيها. بمعنى ما ينفعش عيانة عندها تكيسات وهي اصلا دورتها بتنزل كل 3 4 اشهر مره، امشيها ناتشرال سايكل هتيجي منين؟ ما احنا مش عارف اصلا الدوره بتاعتها ماشيه ازاي. ما ينفعش عيانه بور سبوندر يعني هي الطبيب بتاعها عندها ضعيف والبويضه بتاعتها يا اما بتكبر بدري قوي او تكبر متاخر قوي وماشيه ناتشرال سايكل برده ما هياش منطقيه. فاللي اللي هو اللي يا اما الطبيب بتاعها ضعيف قوي او عندها تكيسات احسن لهم ان احنا نمشيهم داون ريجليتد سايكلز او طريقه الهرمون التعويضيه. لكن والله بقى العيانه اللي هي سنها كويس وبتطلع عدد مقبول من البويضات وبتعمل مثلا حقن مجهري عشان خاطر مشكله في الانبوبه او المشكله في الحيوانات المنويه عند الزوج، يبقى دي ممكن نعمل لها اي طريقه من الثلاثه. فهي صعوبه الاجنه المجمده هو احنا ازاي ننقي البروتوكول اللي هنزرع بيه الاجنه المجمده. والقصه الثانيه طبعا تبقى في المعمل. طيب ايه اللي احنا قلنا ده كله بيدور حوالين عوامل النجاح صح كده؟ بالظبط كده. ايه الفتره الزمنيه اللي انت شايفها مناسبه ولا هي ممتده تماما للاجنه المجمده؟ انا قريت مره في بحث مش عارف جنين مجمد مش عارف من سنه كام بالظبط، ده في ارقام قياسيه يحكي لي ده يمكن من 4 اشهر كان يعني اعلنوا وفرحوا قوي خلاص ان هو ولاده اقدم جنين مجمد. ده اللي قريته يعني انا بس الورقه راحت مني. يمكن احنا عندنا اعتراضات ايثيكال شويه اللي هو ما هوش الجنين بتاع البنت نفسها، هو الجنين ده كان بتاع ام البنت. يا خبر ابيض يعني هي ام البنت عملت حقن مجهري وكان عندها اجنه جمدتها وزرعت اجنه وبعدين ولدت فجابت البنت. البنت دلوقتي كبرت بقى عمرها حاجه 20 سنه ودلوقتي عايزه تعيد حقن مجهري فزرعت اجنه مجمده من اللي كانت مجمداها ومامتها مجمدها بقى لها دي 24 سنة تقريبا 24 سنة. وفعلا زرعتها وحصل الحمل وفي الاخر كمان حصلت الولادة، فهم يعني احتفلوا بولادة اقدم جنين مجمد في العالم طبعا. بغض النظر يعني ان هو ده ثيرد بارتي دونر اللي احنا يعني في الشرق طبعا والدين بتاعنا بيمنع الايه القصص دي، بس ده يقول لنا ان احنا الاجنه المجمده ما لهاش عمر. احنا ممكن نحط الاجنه المجمده دي ادينا شفنا 25 سنه والست ولدت فيه. الشارح الرائع الاستاذ دكتور مصطفى فؤاد استاذ مساعد امراض النساء والتوليد بكليه الطب بجامعه عين شمس واستشاري امراض العقم والحقن المجاري الاسم المتميز في واحده من الحلقات المهمه. انا عارف انها صعبه بس حلقة قوية ومهمة جدا لازم تفهموها لأنها ده واقع في عالم الحقن المجهري، واقع يستحق الدراسة والتوقف قدامه والفهم العميق له، ومش أي مركز يعرف يعمله ومش أي مجموعة تقدر تأديه، دي عايزة مجموعة متخصصة جدا جدا جدا. ضيف العزيز نورتنا وشرفتنا. ألف شكرا يا فندم دكتور أيمن. خليكم مع الدكتور.